هيا البيتزا ديالي المتبعات ساليتها، يلا تهلاو ليا فراسكم، نتمنوكم تكونوا بخير وعلى خير، تهلاو ليا فراسكم بزاف. السلام عليكم المتبعات ديالي، المتبعين ديالي الاوفياء العزاز الغالين، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم، ومبروك عواشركم، والتحيه ليكم والتحيه للميمات والتحيه للوالدين، واللي عنده والديه تهلا فيهم، اللي باقي حيين والديه تهلا فيهم، واللي ميتين والدي الله يرحمهم ويستغلهم دقه القبور يغمضهم في رحمه الله الواسعه. انا كيف ما تتشوفوا المتبعين ديالي دايره غندير واحد البيتزا وغنشارككم معايا، قلت علاش لا، حيت المتبعات ديالي ديما تيطلبوا ليا بان اللي درت نشارك معاهم، ولكن بعض الاوقات بنادم تيدير شي حاجه مزروبه، يعني ما بنادم ما تيشاركهاش، ولكن الا كانت شي حاجه هكا تنشاركها معكم المتبعات ديالي العزاز الغالين، ومبروك عواشركم، والله يدخل عليكم هاد رمضان هذا بالصحه والسلامه، وديروا لي جيم فضلا ليس امرا، القناه ديالي زعما من الفضل ديالكم وعلى فضلكم نتوما المتبعين. ها هي ما بقى ليها والو، بقات ليها شي 150 ك يعني وصافي، وغنكمل الشروط ديالي، ومن فضلكم نتوما ولا جاتكم على خاطركم عاونوني باش صافي نسالي ديك الشروط ديالي كامله اللي طالب ليا اليوتيوب. يلا هانتوما تبعوا معايا على هانتوما المتبعات ديالي العزيزات الغالية الطاين فيلم. انا ما عطيتش تنحكها، حيت ما تنديرش لي انا لا ديال العلبه لا حتى حاجه، ما تنديرش لي انا كاع داك الشيء ما تنديروش بها، تنحك ما عطيتش، تنجيبها فريسكا تنحكها حبوب عاديه تنحكها، ولكن خاصها تشرب كاع من داك الماء، ما يبقاش فيها اصلا، تتبقى فيها عليك شويه ديال زيت العود هو اللي تيبقى فيها، عاده نهزها نبردها وعاده نصوب بيها. ايوا نتلاقاو ملي غنبدا نصوب في البيضات ديالي، نتلاقاو. ها هو الدجاج، هو داك الصدر تاع الدجاج كيفاش قطعته طريفات صغار، ولحت عليه واحد جوج واحد شي تومه، هاكا تومه درت ليه شويه الملحه وزيت العود اصلا، وصافي ندي نجيبو شويه تنحس به دخلات وديك الطيبه ونهزو باش نصاوبو فوق البيتزا. هانتوما المتبعين ديالي، ها هو داك الدجاج كيفاش درت ليه نص طيبه، ها هي البيتزا غندهن بهذيك الصلصه ديال الطوماطي ديال المطيشه، بسم الله على بركه الله. الفورماج تندير ديما تجي زوينة، فلفله درتها ولكن نصب فوقها الدجاج، هاهو كيف ما شفتو، وعادة دابا نصب ليا انا شي صب ولا شي حاجة للعشا، كان عندي عميد واحد واللي بغاها و تيقول ليا ماما شنو باغي شنو باغي، وخا نموتو في ديك الحاجة نوجدوها ليه. Thank you.
يعني تطلع رخيصه تطلع سهله. الخضره اللي كاينه في الدار دايره شي مره تندير فيها انا تدنجال حتى هو تنديروا فيها تجي ما شاء الله. ايوا هاد الثومه المتبعات ديالي جزاكم الله بخير، تابعوا معنا من بعد. ها هي دابا غنسخن ليها الفراد صافي نشعل. اوي اللي نسيت الزعتر المتبعين ديالي وما فكرتونيش فيه. والله الا العقل ساله سبحان الله العلي العظيم. ها هو غير تنحكو على هكا باش يحيد كاع. وتنقول اشنو ناسيه زعما راه ما نسيت فيها والو، هادشي اللي تنحضرها به ديما هو هذا، ولكن الزعتر حاطاه حدايا زعيطره ولا ما عرفت. شوف اسميت هذا البلاد هنا. هانتوما المتبعين ديالي جزاكم الله بخير، انا كملت البيتزا ديالي راني دار زرب عليا راه باغي ياكلها هكاك، يلاه خرجت من الفران تهلاو ليا فروسكم. يلاه بسلامه.